نعيش سويا مع السلام، لنرى عظمة الإسلام في نشر السلام، لنرى التحية الإسلامية وما هيتها لو أن كل البشر اتبعوا هذه التحية وألقوها على بعضهم البعض وعرفوا معناها لعرفوا المغزى الأساسي للدين الإسلامي. فهذه الكلمة الطاهرة والتحية التي هي تحية أهل الجنة هي أصل الإسلام، وهي إن كانت فرع ولكن في الحقيقة الأصل. فهذا الأصل ألا وهو السلام، أن لفظ الجلالة السلام ورد في القرآن الكريم مرة واحدة. لفظ الجلالة السلام ورد في القرآن مرة واحدة، ولكن السلام والتحية بالمعنى العام ورد أكثر من 40 مرة. إنما لفظ الجلالة السلام ورد مرة واحدة في آخر سورة الحج. يبقى السلام هو الأمن والأمان وحفظ الله جل وعلا العبد، ويسير العبد في كلمة ربه. يبقى لما تقول واحد السلام عليكم، وبعد تقول عليك الأمن والأمان من الله ثم مني، لأن أنت بتديله أمان من ناحية جديدة. أنت بتقول السلام عليكم بجد بروح عليه أمن، بتقول أنت بحفظ ربنا، ربنا حفظك لو أنا شر أو شرير ربنا حفظك مني. يبقى من صدق سلامه كلامه فأجلسوه. اللي يجب يقول الكلام بتاعه السلام تعرف ان الراجل بتاع امن وامان. راجل عاوز يقول لك انت عليك الامان من ناحيه، وعاوز يعيشك في كلام ربنا. يبقى ده احنا بنقول ايه؟ ده وان كان فرع ولكنه اصل من اصول الاسلام، علشان نعرف قيمه السلام وكيف يتم نشر السلام بين العباد الناس، وكيف انتشر ايضا الاسلام في السلام. عايزين نعرف الوجود مع بعض. فشوفوا من عظمة ربنا في جزء من اسمائه وهو السلام. لذلك عندما يقول رب العزة جل وعلا: إذا حييتم بتحية ألا وهي تحية السلام، اللي هي السلام عليكم، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لو واحد يحييك بتحية يا إما ترد على جد حياك يا إما تزيد، وكل ما تزيد كل ما تفتخر بيك ليك ليك ولسامعين. إن الله كان على كل شيء حسيبا. ده ما تخافش، ده ربنا هيحاسبك على كل شيء. أنت مش هتفتح حاجة من كده كنا بنقول السلام عليك، مش هتغلب حاجة. هو مش هيغلب حاجة لما يروح عليكم السلام. هو هيسمع حاجه من دول لما يقولوا عليكم السلام وحفظه الله ابدا. انما هي حسنات، حسنات عظيمه عايزين نتعرض ليها. شوف الحسنات الجميله كلها مش عاوزينها.